حياكم الله أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج فجر الأبوذية، ومساكم الله بالخير ومسية العافية عليكم أحبتنا المشاهدين. أحبتنا المشاهدين مثل ما عودناكم نسولف لكم سالفة من سوالف الأبوذية وجمال الأبوذية. اليوم سالفتنا من موروث واسط، من موروث المرحوم سلمان الوائلي الله يرحمه. سلمان الوائلي من شعراء واسط. تعرفون أحبتنا الوادم الكبار بذاك الوقت بالليل تلتم بديوان، والعصور والصبحية الضحوية يقعدون بقهوة، تنجمع الشياب والرواد يقعدونهم بقهوة، فأكو قهوة بواسط معروفة يقعد بيها سلمان الوائلي. فمجلس سلمان الوائلي أنيس، وتقعد الوادم تشرب شاي وتسمع أبوذية وتسمع شعري خلص الوقت. يوم الأيام قاعد سلمان الوائلي، إجا رجال مبين التعب على وجهه والحيطة طويلة وكلش تعبان ومكسور ومبين الكسرة بعينه والكسرة بقلبه. فقالهم أريد سلمان الوائلي. قالوا ذاك سلمان الوائلي قاعد. إجا يوم سلمان الوائلي، السلام عليكم. سلمان الوائلي قال له حياك الله. قال له أنا مو من واسط، أنا رجال خطار عليكم. قال له تفضلوا بخدمتك. قام له بالواجب سلمان الوائلي، قال له أنا جيتك ابني عزيز علي والوحيد. والله لا يفجعكم أبو وحيد أحبتنا المشاهدين، واليوم الواحد من يفقد عزيزه ويفقد وحيده تصير كسرة بالقلب. قال له ابني العزيز ووحيد وفقدت وأنا جيتك فاقد. قال له شو تريد؟ قال له قالوا لي سلمان الوحيد اللي يطيب جرحك ويداوي شيء من جرحك. قال له شلون؟ قال له أريد لبيه أبوذية تحكي إلي، لو تكتب لبيه أبوذية أكتب على قبر ابني. سلمان الوائلي هسه يكون يكتب له بيت يلامس جرحه. قال له واليوم انا هنا وظال لباكر اليك وتكتب لي البيت. قال له لا عمي هوايه لباكر، اعطوني ورقه وقلم. هي قهوه يقولون اعطوه ورقه صغيره دسكره وقالوا له حق اكتب يا سلمان. قال له اشرب شايك. يقولون عم على ما كمل الضيف شايه كتب له سلمان الوائلي وقال وهاي للمفارق وللعزيز ولليش وسولفها يم قبره. قال له زرعنا انت وثمرنا وانتحبنا وبكينا قبال قبرك وانتحبنا. زرعنا انت وثمرنا وانتحبنا وبكينا قبال قبرك وانتحبنا. دقوم اقعد نحبك وانتحبنا نشوفك فرد مره وهاي هي. يقولون الضيف نزلت دموعه لما تبللت لحيته وطاح على ايد سلمان وحبها الكتب بيها. احبتنا هكذا تكتب الأبوذية في واسط بهكذا جمال وهكذا تلامس القلوب. اليوم ضيوفنا يلامسون القلب مثل ما هذا البيت لامس قلوبكم. اليوم ضيوفنا مبدعين اثنين فجرين من واسط، واجتمع الفجران من واسط، اجتمع الطور واجتمع الشعر. حقيقة انا كلش مستأنس بهاي الحلقة مع الشاعر والمبدع ابو فاروق. حياك الله واهلا وسهلا بيك. حياك الله مولاي، تشرفنا بحضورك. يعزك الله وشوفتك. هلا ابو فاروق، ممنون منك. مهند الشاووشي، حياك الله مولاي. حياك الله لك، شرفتنا الدعوه. وحيا الله الكادر ومشاهدينك الكرام، حياك الله، كلش ممنون. اهلا وسهلا، ما عليكم منه. حياكم الله وشرفتونا. ابو فاروق شلونك اخويا؟ نعم الله يحفظك. الحمد لله، انت شلون؟ الله يعزك. جدا والله سعيد بلقائك يا بعد عين. والكادر ما قصروا ويانا والقناه الطيبه هاي، الحمد لله. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يعزك. احنا شوف اهل واسط اهل باع كبير بالابوذيه، واهل طور، واهل لون مختلف. فهسه نريد صوغتكم وجايبيننا وجايبين للمشاهدين لليوم. خلنا نسمع من نبدا ويا ابو فاروق شو تقول. عادي الله يحفظك بعد روح خادمكم انا ابشر. أي. احنا خير ما نبتدي به ان شاء الله البرنامج هذا العزيز على قلوب المشاهدين وعزيز على قلوبنا ان شاء الله. ابيات للسيده زينب عليه السلام بالطور الحيوي. أي. وهمني وهمني الله الله أنا الدار الدار يا حسين كدرني وها
هم وهمني الدهر يا حسين كدرني وهمني وزمان العيز طلع خويا انا وهمني وهمني الحز بخاطر وكليش انا تقل اخويا الحز بخاطر وكليش وهمني اشوفك بس جسد فوقي الوطيه اشوفك اشوفك بس جسد دام ورايا الله الله انا اخويا ورايا انا اشوفك بس جسد دامي ورايا وقلبي اختلف بحساب ورايا انا ورايا قلبي انا قلبي اختلف بحساب ورايا ورايا اذكر جيت ويكافل انا اذكر جيت جيت اذكر جيت ويكافل ورايا هسه ويا الشمر مكتوف ودي وسلامتكم سيد الله الله بعد بلونها بعد مهند الشاووشي حياك الله مولاي بعد عيني اهلا وسهلا الله يعزك بعد بلونها تدور روح لك الله يحفظك اسولف لك سالفه مولاي خير ما نبتدئ به لاهل بيت النبوه ومعدن الرساله سلام الله عليهم لاهل البيت سلام الله عليهم اثناء ما سبيت عيال بنات رسول الله سلام الله عليه ودخولهم الى ارض الشام اثناء مسير القافله باحدى اسواق الشام والمتفرجين من صوب الى صوب اكو طفله ويا ابوها واقفه من المتفرجين فشافت القافله دخلت بسوق من اسواق الشام فعليها السيدة رقية وتبكي من على الناقة سلام الله سلام الله عليها البنية ويا أبوها واقفة فسألت أبوها طفلة وشافت الطفلة تبكي ما تعرف الوضعية وشنو الأمور صار وجرى على آل بيت الله فسألت أبوها قالت له أبويا هاي الطفلة ليش تبكي أو أبوها وين تجاوبها السيدة رقية سلام الله عليها تقولها أنا الجبريل بالطف عزبوها أها الله الله شاء الله انا الجبريل بلطف عزبوها وانا الشافته مسلب عزبوها الله انا الخطار طبت عزبوها حجر والشام كله يقطف بيه الله 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 يا مهند الله يسلمك عمي السيده زينب سلام الله عليه تشرح الوضعيه مال طف كربلاء لمحمد بن الحنفيه تسولف على لسان الامام الحسين تقول له الشمر من حز راسه بي دشاله رمح وقبال عيني بي دشاله الله الجرح الشمر من حز راسه بي دشاله رمح وقبال عيني بي دشاله الجرح من كونه واحد بيده شله لكن مقدار الابره يشح علي الله 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 يا مهند الله يا مهند الله يسلمك الجريح الجرح من كونه واحد بيده شله لكن مقدار الابره يشح علي ويلاها ويلاها احدى بنات الامام الحسين ليله العاشر وفرا بارض كربلاء لا ناصر ولا معين مخاطبه
الله سبحانه وتعالى تقول له يا لاهب جاه عزنا ساعد امنا تلمنا على الموادع ساعد امنا. اخ الله الله الله. يا لاهب جاه عزنا ساعد امنا تلمنا على الموادع ساعد امنا. ساعة بجمر نسحق ساعة دمنا بنات اشرف جسد لاح الوطية. الله يا مهند الله يسلمك. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. ابو فاروق السؤال اللي طبعا لكم اثنينكم الله يحفظك. واسط بالفترة الأخيرة غابت عن الإعلام شعرا ونجوما وأسماء، وين الوادم راحت؟ ليش؟ والله ان شاء الله اولا احنا نعول على على واسط بالشعر، لان هي ان شاء الله مو اليوم واسط، هسه انا مو لان ابن واسط، لكن مرات تعرف اكو قضيه الاعلام. احنا هسه انا كخادم وشاعر وابو سيف مهند ما عندنا قناه حتى على اليوتيوب، يعني ما عندنا، اذا ما عندنا دعم للشعراء اللي لا قناه باليوتيوب، يعني حتى قناه خلينا نقول قناه مثلا قويه نفعل بها ما عندنا. لا ليش موجوده؟ لا احنا 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 كاشخاص يعني اشخاص فرديه إيه؟ احنا نعول على قناه، عندنا قناه الكوت، هذا السؤال لازم إلها، ونعول على المتنفذين بواسط هسه من برنامجكم، من خلال هذا البرنامج الطيب احنا نوجه، جزاك الله خير جزاء على هذا السؤال، احنا نوجه صوتنا واسط تستاهل اكثر، واسط المتنبي يا متشرعين ويا اهل السلطه في واسط، يا متنفذين عينكم الله الله في واسط، بيها شعراء بيها ادباء بيها كم هائل من الفنانين. اكو نوافذ اعلاميه بواسط محليه ومتجاهله هاي الجانب الثاني. لا هسه هي ما للاسف ما عندنا، يعني احنا هسه اللي بالفتره الاخيره اللي نعرف بها، هسه صار لقاء جزاء الله الف خير احد الاخوان يعني يتحرك بهذا الموضوع. من هو؟ الموجودة هسه انا ما اذكر الاسماء، يعني زيد خلف قصدك؟ زيد بقصة عم ابو فاروق. ما مقطوع جوابك، احنا ما عندنا نوافذ سوى الرجال زيد خلف. زيد خلف تحياتي، متفضل على الكوت وجاي يتعب على الكوت ويصدر اسماء، وهو خطيه وحده اليد الوحده ما صف ما يقدر. فان شاء الله احنا بدينا منتدى الكوت، مجموعه شباب شعراء واسط، بدينا ان شاء الله بمنتدى الكوت، وان شاء الله العاقبه على خير باذن الله ان شاء الله. مهند خلنا أكون صريح وياك، أي مرة هاي بدينا سمعتها من زمان. لا سيد، هو المنتدى صار لهاي ثاني أمسية أو مهرجان، يعني ثلاث أمسيتين ومهرجان صار، يعني بدايته قيد الإنشاء مثل ما تقول. ها والله العظيم إن شاء الله بمرور الأيام واصل تنهض بشيء حلو ويطلع شعرها إن شاء الله، وطالع شعرها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا زيد خلف. والله مشكور، جزاه الله خير ونعم الله عليك. يتعب زي، خلي اسمع منك بعد. انا خادم، خلي اسمع منك. اقول منو مثل تربع وسط بالهم، وسط بالهم، منو مثل تربع وسط بالهم، من خوتل كنت تدنق وسط بالهم. الله الله الله. افا مقعاد صاير وسط بلهم، وانا الكوسر قعدت تولا مليه. آه الله 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 يا مهند، الله يسلمك. الله الله. حلو. ابو رحيلك هين عيني، لا جفون طبقن، والجنت ودهم لا جفوني. سيد طاسة ماي بلطف لا جفون، همش من كل كتر خسفات بيه. الله يا مهند، الله يسلمك عمي. ابو روحي موش حاجز والدفاله، مش بذمه الحاد والدفاله. ابو روحي موش حاجز والدفيله والدفاله، مش بذمه الحاد والدفاله. ابو وحده يهيد قلبي والدفاله دمس ومخمسك ونتحوس بيه. الله 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 الله، الله يسلمك. الله الله. لهن رد علينا يونسن ليالي اللي قبل كانن، يونسن لهن رد علينا يونسن ليالي اللي قبل كانن، يونسن ثلاثة المات ندري يونسن، وانا شحن ثلاثة تهن علي. الله الله الله. خلنا نسمع منك. حلو. خادم خادم مهند، اذا نعطي مجال يطلع بينا قبل. اي والنعم. الله يا الله يعزك. انا مرماي مرماي نهار
شفتك ولا ظنيت. الله الله. أنا نهار نهار شفتك ولا ظنيت مرماي مرماي اعتذر المين بعد من خاب. أنا مرماي مرماي ترى الكرخان عند وتحيت مرماي. أنا ترى 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 الكرخان عند وتحيت مرماي بخت بيك الملح كظني من ديا. الله الله الله. أنا ما شان ما شان مشيت ومن مشيت وياك. ما شان أنا ما شان مشيت ومن مشيت وياك ما شان العقل والروح بس بطيب. الله. أنا ما شان العقل الله أنا العقل والروح بس بطيب. ما شان ما شان الحزن بجفاك شن بحرب. الله. ما شان ما شان مثل هالزير من طالب بخيه. الله 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 عليكم على ذوق. سؤال لكم اثنين. حياك الله تفضل. هل كان سمير صبيح رحمه الله البواب الأوسع لواسط ومصدر شعر واسط؟ الله يرحم سمير. الله على روحكم. نترحم على الماضون من الشعراء والأدباء، لكن يعني هذا السؤال هسه الإجابة أعتقد مو كافية بي، لأن أنا بالنسبة لي ابتعادي عن الوسط الشعري كون ظروفي يعني أبو سيف مهند أعرف يعني بهذا الموضوع. نعم. فما عندي يعني الإجابة الكافية حتى أظن. عندك إجابة مهند؟ عندي إجابة سيد. سمير صبيح حلف رحمة على روحه أبو علي اليوم وكل يوم إن شاء الله. الله يرحمه. أبو علي ما خدم بس واسط، هو صاحب فضل على لا واسط. لا أحكي لي بس بواسط. واسط خدمها بالآونة الأخيرة سيد. أي. كان الرجال. وأنا ليش سألتك هذا السؤال؟ شوف بابا. بالضبط. حتى يكون سؤالي واضح. أي. وصريح. وحتى ما يأخذ غير ما أخذ. لا تمام. كثير كثير من يقال من هنا وهناك أن سمير صبيح خدم بغداد فقط، صح ولا غلط؟ لا صحيح كلامك صحيح. سمير صبيح هو ابن واسط يعني. ابن واسط وكان الرجال بحكم عمله وتعاقده ويا القنوات ما عدى ذاك المجال الكافي، التفت عليها بالفترة الأخيرة وصدر أسماء بس سبحان الله. وكان هو عدى موعد المجموعة من شبابنا ونقيم منتم الأمسية العفا ومهرجان. أي. ووعدنا الرجال واتصال تليفون. أي. يعني قبل وفاته بيومين سبحان الله. والله العظيم والله شاهد على كلامي. فسبحان الله خدمها بالفترة الأخيرة وتوجه عليها وذب ثقله ولكن وافاه الاجل. الله يرحمه. الله يرحمه. وهو صاحب فضل على واسط وعلى العراق. من هو هسه صاحب فضل عليكم بالساحه الشعريه بواسط؟ صاحب فضل علي عليكم كشعراء على واسط شعريا. انا بالنسبه لي ما حد صاحب فضل علي. وعلى واسط برايك من بعد سمير؟ والله يا سيد ما اعتقد. ما اعتقد. اسمع منك بيتين واسمع منك بيتين حتى تطلع فاصل. خادم الله يحفظك. خلينا نسمع من مهند بيتين. خادم بس اقراها لي قراءه. خادم الله يحفظك.
بعتب مالوم وقت دم شمن بسقم لن ريح فاسد دم شم مني. الله 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 الله. تهددن برحيلك دمش من الجهنم واللي لا رديت لي. اي والله روح. او نحيل مسبل الذرعان وتلاف لحم وقمت اطلع دود وتلف. الله 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 الله. نحيل مسبل الذرعان وتلاف لحم وقمت اطلع دود وتلف. وقت خلاك من الباب وتلوف ويهك وبقباحة خزر بي. الله 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 يسلمك. كبر همنا يا صاحب صار ورمى وعلينا الوقت شال القوس. ورمى ورانا ورانا سيد ورانا هواي شتلة عود. ورمى ورمى واحنا سنين ما شفناش فيه. الله الله. الليالي غمقن بحشاي وشلاي. وشري صار الهوى يا صاح. الله الليالي. الله الله عليك. الليالي غمقن بحشاي وشلاي وشري صار الهوى يا صاح. وشلاي وشلاي يا صاحب من يصح لك يوم. وشلاي وشلاي العليلي شيخ على العلب خوي. الله الله سلامتكم يا سيدي. هسه شلون هذا العليلي شيخ على العلة؟ على العلة بخوي. احنا هسه شيخنا بالحلقه هو المخرج. اي المخرج. بس شيخنا قال طلع فاصل. بخدمته. احبتي المشاهدين فاصل ونعود. حياكم الله احبتي المشاهدين الكرام، عدنا عليكم من جديد مع المبدع ابو فاروق. حياك الله. حياك الله مولاي. حياك الله مولاي بعد عين. الله يحفظك سيدنا. يعني خلنا اسالكم سؤال بسيط حتى ناخذ اكثر. واسط والحي يشتهرون ويكتبون الموال بكثره. صح صحيح. ليش هذا اللون مات بواسط وبالوسط يعني بشكل عام الموال وال جاوب عم ان شاء الله جاوب. بالنسبه للموال اللي واسط ان شاء الله هي باقيه. صحيح قلت النوع هذا. ليش شنو السبب؟ اكو اسباب عديده منها احنا متعودين على الابوذيه اكثر شيء لان اكثر حفظا. الابوذيه سهل ويعتبر هو موضوع او قصيده مضغوطه حد فهم القاصر اللي سمعته من الادباء. الزهيري او الموال كتابته يراد لها نفس طويل، فهنا مرات الشاعر اذا عنده موضوع يا اما يلجئ للاسهل له للابوذيه يجسد ابوذيته فكرته العفو فكرته وموضوعه بالابوذيه، يا اما يروح مثلا على الدارمي مثلا. الزهير هنا حتى القدامى اللي كانوا يكتبون. كاتب زهير انت ابو؟ انا كاتب زهير لكن تجربه. تجربه يعني شنو جابك على هالموضوع؟ سيد ان شاء الله جواب عم ابو فاروق شافي وانما تعقيب شوي بسيط. تفضل. سيد رواد هذا اللون بالنسبه لنا احنا لون الحياوي والنايل والعتابه مو عمي؟ فهذا سيد بحكم تطور الوضع والحداثه اللي صارت هذن الاطوار كلهن سيد سماعي كانن بدون الات موسيقيه ولا الحداثه هسه. احسنت. فكانت مثل ما تقول بكثره بالحي ويجدونها دواوين بالارض المفتوحه يستخدمونها مثل ما تقول بالرعب غيرها ونسى بيدها. كاتبه سيد وانما قلت لك احنا على هاي الالوان. يحضركم موال؟ اي نعم انا عندي. بالله اسمع يحضرك موال مهند لو ما يحضرك؟ والله ما يحضرني ما محضر شيء. خلنا نسمع منك موال. باريت بيك ايش كثر ما شفت منك يزا ونكبات بدرا الك والصبر حد جزا بين ودادك دغش والقلب توه يزا بالك بعد تحتقد لحبال وصلك يمت لو راي عندك تظن ما يغنى عنك يمت انطاك مهلة وفا توفي لقلي يمت ما راد كبش الوفا تنطيه عادة يزة. الله 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 عاد اليزة. الله عاد بعد مواد هيهات لمحبتك ارجع تران ورد خوش هيهات لمحبتك ارجع تران ورد ثاريك كلك دغش بس بالمظاهر ورد 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 منك هواية سمعت غير اللي بهجرك ورد
ما شن إلك وي محب ضحكة سنين ووعد. الله الله. زلاتك اللي بالقلب أوقف قبالك وعد. لا تفتري وتعتقد كل الجرالك وعد. امهل بكل وقت شردان اقول لك ورد. الله 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 الله, 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 الله. اي مهند خلنا نسمع من جمال ابياتك. ولا تهون مولاي الونين لا توارد لا مجاره رهن والدمع حافر لما جاره. الله الله الله. حلو. الونين لا توارد لا مجاره رهن والدمع حافر لما جاره. أنا المنجارة قرضة لم أجارة لخوي الأجر المهجوم لي. الله 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 يا مهند. أنا المنجارة قرضة لم أجارة لخوي الأجر المهجوم لي. قصة قصة مو شبرها ولا قصب عي خوش نسل وبصحرة تايه لا قصب عي. الله حلو. أصبع من الخواصر لاقى صبع وتقدر محبس حديث علي. الله 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 يسلمك مولاي. حلو. وحق الظلة خلافة يرب تاه عقل ما ظل خبرنك. الله يسلمك صار مولاي. قصة مو شبرها ولا قصب عي نسل وبصحرة تايه لاقى صبع عي. أصبع من الخواصر لاقى صبع وتقدر محبس حديث علي. الله 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 الله. وحق الظلة خلافة يا ربتاه عقل ما ظل خبرنك يا ربتاه. الخمر مو ثوب وخلافك يا ربتاه ويبت سمع الهلي كل شردية. الله 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 الله. ايش رايك بي قالوا قلت لا باس تعالوا كون ربع عردان لابس حضنت وقال ماكو قلت لا بوس شلبت والعطشان ما يرتو بساع. الله الله الله. تيحت لما انطاح دم شفته بالقاع. ايه لا باس لا باس. امدوهن وامه تنشدني يمش بيك شقلها وشامت قباله يمش بيك اسولف دمه على الضيم. امدوهن أم تنشدني يمش بيه شقلها وشامت قبالي يمش بيه. آه الغير تعذب بروحك يمش بيه مد نفلو قبل ويهك علي. يا سلام يا سلام. أبو فاروق أنت كثير العلاقات والتواصل و الأشياء اللطيفة. الله يسلمك. أنا حقيقة هاي يمكن ثاني مرة أحكيها. قضية التواصل للأسف للأسف يعني أنا أتشرف بكل الوسط الفني لكن أنا حكم وضعي سابقا بالفترة الأخيرة يعني من ظهرت صدفة هي صار الظهور صار بعد لازم ألتزم كان كلك التزام. إيه الله يحفظك. قبل كان وضعي يختلف. شنو وضعك قبل؟ وضعي يوم من الأيام أشتغل تاكسي خوش ابني شافني قال لي بابا انت شو تعبان التاكسي ما بيها فايده اليوم انا عندي شغل مال صحيات يجل الله السامع تروح وياي اليوم بدل ما تفتر بالسوق تاسيس مال ما تاسيسي تروح وياي بكروتك تاخذ اغراضه وترجعني فانا قبل نعم الله علي على هله نعم الله عليه هو المفروض يعطيك اليوميه غير المهم يعني هو من هذا المبدا العفو فرحت وياه شفت الشغله زينه المان سيارته مرتاحه وحافظ بنزينات المهم رحت فوصلنا للشغل نزل غراضه قال لي بس لزم لي الفيتا اخذ قياسات ورا ما لزمت الفيتا وهاي قال لي بابا هاي عوسه شويه نصيها هذا كرك لزم الكرك لا اله الا الله اي فهنا لزمت الكرك انا قمت اشتغل بال اي فاجاني بيت ابو ذيه وثقت هاي الحادثه اي قلت اجارب واكتبس وقت مجاري أجارب واكتبس وقت مجاري فرات الغير واليمي ما جاري مج ها آه الله 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 مجاري أجارب واكتبس وقت مجاري فرات الغير واليمي مج مجاري المصيبة مو لأن عامل مجاري مجاري بزر بطن على ساعة وعاطبية الله 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 فتوثقت هاي القضية زين وثقت أشياء أخرى وأنت سايق تاكسي أكيد يعني لازم يعني الموضوع. يعني هي مرات أكو أمور هاي المراية القدام تشوف بيها إيه لازم مو إيه
لون المال بالصفحة يا خاف لا يعني جزيت على شيء مو صحيح لا يعني انا اقول لك اكو هيج توثيق بسيط دارمي لكرم البرنامج راح احكي انا ما احكي لان هذا مو لوني بس لا بس احكي لنا سالفته لا هو لا ما بي سالفة قوية لا عادي يعني عادة يعني عادة مثلا مرات الانسان من يشوف مثلا الشيب مالته يعني يتذكر اكو مواقف خاصه واعتقد كل احنا مارين بهذا الوضع خوش تمام فانا شفت الشيب وهاي بهاي الوضعيه بالمرايه اباوع لا انت احنا ما ريت شفت الشيب وهاي التفاصيل لا من باوعت ما شفت لا لا ما باوعت شفت فارغ ما حد وياه المهم قلت ادلنا للدخان اركض العفو اركض على الدخان واترس هريتي خوش خوش حكي شيبت واتمناك حن اللحيتي الله 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 الله, الله, الله بعد ما تطلع مني شيء هو هذا لا 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 والله انا وقت الحلقه ما اخذ وقت ما اخذ من وقتك شويه من وقتك شويه اخذ حبيت انت عيني اكيد خوش وين صار بي الوقت لا الحمد لله شنو الحمد لله الحمد لله اي هو اوكي شنو الحمد لله الحمد لله هو مرات الانسان اللي تحبه شوفه عينك إذا تتمنى له الخير على عيني بس إيه شوف أكيد شوف أنت عينة تفرح له شوف عينه الحمد لله أشوفه تلاقيه لا بعيد عليك إيه أتمنى له التوفيق ها نعم. بس أكو تواصل مو لا ماكو ها لا ماكو. بس هذا من سياق البرنامج سيدنا مو أنا ترى كاميرا إيه بعد طبعا كاميرا برق على لكن أنا إنسان صريح حس هذا الموضوع يعني على مود ما كتبت له كتبت له يعني أمور يجوز ما أقدر أذكر لا في وقتها يعني اوكي هي بوقتها في وقتها يلا شباب سدونا الكاميرا خلنا نسمع ايش كتب راح نسد الكاميرا اخواننا المشاهدين نسد ذاكم ايش كتبت له ايش كثر حلفتك بحيدر وانا باك خوش ايش كثر حلفتك بحيدر وانا باك قلت لك حيل محتاجك الله وانا باك الله ايش كثر حلفتك بحيدر وانا باك قلت لك حيل محتاجك وانا باك نابل وقت ناهشني وانا باك وانا باك شجاهي يدور على الظالبي الله 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 والله يا ابو فاروق رؤف انا بحالك يعني ما اريد انه هلا يا المبعد بشوفك وقرباك اعترف لك حيل تعجبني وقربيك اسمع اسمع مهند اسمع هلا اسمع طلع مو شايب هاي مجرد ذوق اي ذوق لا لا ذوق يعني من ذوق اعتقد متابعيني يعرفون هذا احنا هم نحب الذوق اعترف لك هلا يا المبعد شوقك بشوفك هلا يا المبعد بشوفك وقرباك اعترف لك حيل تعجبني وقرباك متى يا زين نتلاقى شو وقت متى يا زين نتلاقى وقربي. وقرباك نواظر مو لحن بجفاك لي لا اله الا الله الله تكسو باحب على نتلاقى لا قاعد يدور هسه على لا والله انا ما اشتري الله يعزك هلك من عوك من عد دروني احبك يا من لطولك درون الله فدوى لطولك ايوه عاد فدوى لطولك اندار هلك من عوك من عد درون احبك يا من لطولك درون ما اهتز لو انمية درون بعرك واتبريد من تمر علي الله اتبريد اي والله تبريد يا عم الله الله شبه بدو بمسي الضعن حد باب والفو بانت بمكفاي حدبه بكثر ما من حن السنسول حد بي بحيث منفتر يطق عظم ضيه الله الله حلو انا الجرح على طولي خوش ما يزرني المخيط مثل كوسج ما يزرني الكوسج يطر الماي لكن ما يسوي شيء الله الله انا الجرح على طول ما يزرني المخيط مثل كوسج ما يزرني قبر بالفتحة الأولى ما يزرني عرف والشوش حطني شان بي ويلاه ويلاه الفقد يرهى على غيري كش ما في الفقد يرهى على غيري لا ما يرهى علي والدنيا عقبك لا ما يرهى شرط وانت على قبرك لا ما يرهى لحد ما ينقطع حس العلي نفس السؤال نقله لك يا مهند الشاوش انا خادم عندك تاكسي لو
كانت عنده سيارة خصوصي وتزين راسه وبعته. منين زين راسك؟ من سوالف الشاي. سالف لنا واحدة من واقفك. للي يخصك للي يخصك. الله سيد. ها. والله ليش؟ والله ما انت زلقت زلقت الشاي. لا مو انحرجت رجال شايب مش كبره وسولف. لا لا والله ما انحرجت. لا فعليك شاوشي عمو انا ابو سيف وعلي. لا والله ما اعتز ولا ارتد بس ما انك تخاف. لا مع الاسف عليك. يلا شا سولف شو سولف تورطني. لا ما يحضرني والله العظيم ماكو يعني ما شخص يعنيك اكو؟ طبعا اه نعم موجود. لا والله فقدت سيدي لان انا شويه اخاف اجرح شعورك. جاي ايش قلت له؟ قلت له حرز من كان ابونا وجهه بالبيض. اي اسمع حرز من كان ابونا وجهه بالبيض طلع نعشه وجهنم وجهه بالبيض. الله اجي مفرفح الشوفه وجهه بالبيض واصد والقاه صوره ويصد لي. الله الله يسلمك. الله يرحمه شهيد شهيد 2015/11 يعني صاحبك والدي والدك حرز من كان ابونا وجهه بالبيض. الله الله الله, الله يرحم والدك. الله يرحم موتاك ولاه في ذروته. هسه انت شوف لاول مره شخص يحرجني. هسه انت حرجتني خليت لي حاجز. الله اقدر. اي والله لان انا ما اردت اذكر لك واحنا انت جوكم شويه. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك ابو فاروق. خلنا نرجع لك. تفضل. الله يحفظك جزاك فضلك. حفظ الله والديك. حلوه صراحتك. الحمد لله. حلوه. الحمد لله. الغزل اذا كتبه كبير بالسن هذا شيء ايجابي لو لا هو احنا خلينا نكون اكثر واقعيه. اي الشاعر يكتب جميع الالوان مو صحيح لكن مرات اكو احترام للاذواق. اي اكو مرات غزل انت تحتاجه. أي. انا هسه بالبيت خلينا اكون اكثر صراحه. أي. بالبيت اتغزل. حلو لان هذا الكائن الموجود بالبيت. أي. هو يحتاج لغزل كسرها. اي لا 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 اكيد اكيد هذا الحكي الريده. احنا الريده نكون اكثر واقع يعني. ايه؟ اكثر صراحه. ايه؟ واقعيه. ايه؟ كل احنا كل احنا رديت. كل احنا. ايه؟ ان لكن اكو ايه؟ احترام للاذواق. ايه؟ واكو مرات يكون الغزل في محل. زين خلنا اقرا لك اكو بيت يحضرني. ايه؟ لعلي آل صلال طبعا هسه. ايه؟ حضرني هو بيت دارمي. ايه؟ شوف الغزل من يصير شفافيه وروحيه وشريف. ايه؟ يقول قالت له روح وياك ليلو محلها. قالت له روح وياك ليلو محلها. ليلو محلها بس ما رضيت تصير خلة على هلها. الله شوف الغزل قد شفافيه وحلو. هو قل جمالية الشعر بالغزل والله. هو هاي اكو تدري ابو فاروق انا حتى ماخذ جرف الحلقة بالحوار. تدري عندي شخص شي قال لي. ايه يقول لي بعد امهاتي. الله شنو بعد روحي. بعدنا بالجو ان شاء الله. ها بعدنا بالجو مو لا لا طلعنا بالجو. اي والله سيد انت طلعنا بالجو. انت بخيت. ها بخيت. لا والله هذا شاره تشور. الله شاهد هذا ما اخوف يا كان احضر طالعين من الجو ابو فاروق يا شيخ كاميرات الود هذا فاصل. اي لا لا مو هو اكو قصه من الموروث. اي والله هاي تقدم لها اكثر من مره. اسمع اسمع وما انطوها. فهي دزت له سمعت بان هو صار عنده ملل من كثر ما يمشي ما ينطونها. قالت له انت البنيه الطوف وتمعمرت بيه. تمعمرت خافا بعد يومين تجفو وتخليه. ولا فوصلت دارمي هو شلون كلام هذا. ايه انت البنيه الطوف وتمعمرت بيه. معمري ايه خافا بعد يومين تجفو وتخليه. وصل البيت هو رد عليها قال انا البنيه الطوف ملشت بدموع. ولا لو عدل وابن عليه لو راسه مقطوع. الله الله يلا خلنا نسمع لكم ناقه. الله يحفظك خدمتك. اعلى راق الشط قعد نسل فقلت له احبك قال شنهي سالفه. قلت له هاي كان خصوصه عندك شعوره ما اعرف. اعلى راق الشط قعد نسل فقلت له احبك قال شنهي سالفه. قلت له تقطر علي بيهن سلفه. قلت له الحضن فاهش شفايف دنا هليه. الله 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 حلو يا مال. الله الله جريمه لحطك بقلبه سميته برخص للواد مو سميته قسمه وما صرت لكن سميته على اسمك بزر ويهون علي. الله 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 استر روحك. الله يعزك. جرح ما يلزم ضماط طرفه وشل بخيط ما معقود طرفه. جرح ما يشل ضماط طرفه.
جرح ما يلزم اضماط، طرفه وشل بخيط ما معقود، طرفه عشرته وياك صارت مثل طرفة بحلق عاد الإمام وضحك بي. الله نكتة نكتة بعد عشرت وياك. الله صارت مثل طرفة بحلق عاد الإمام وضحك بي. يقول حنين الفاقدة، حنين الفاقدة شحد لحناي يوصل يلقلك ون لحناي. حنين الفاقد اشحد لحناي يوصل يلقلك ون لحناي. سوالف شامت وعاذل اها لحني لا حن لحناي وضحكهم كان طبل عاشور بي. وانا تزين بالطور اسمع منك للشباب. عندنا بعد اقرا لك ثلاث ابيات ونبدا. ايه. لك اربعه. الله يسلمك. يفرفحني مسايا غروب لا تشن علي وسني علي وسنون ربع بحقد لا تشن يوازين الخراب وياك لا تشن تعرض لقمة الخوة وتكض بي. من لم يزرنا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار أمان. الله القبل منطحنا ردنا بس شفنا يمده وتالي مده بس شفنا قضت ما اريد ويهك بس شفينا خلقتك والديار الظل زهية. الله الله عيون مولحت ويقول شب كان وخبط ويه الامس للناس شب كان مرض امه خبر فرقاه شب كان براسه وثعول اليافوخ بيه. الله الله هسه للشباب انا قطعت قراته حتى للشباب. خلني اسمع منك للشباب. ام شباب باسط محمد الزاملي سيد محمد الزاملي حياتنا الله يسلمك يقول يون مو بس دليل وان تشفع ليك يون مو بس دليل وان تشفع ليك يا ما تدرب حركتي وان تشفع ليك يكون مي صيرا وان تشفع ليك ولو حنزيجك وتحتار بي. الله الله محمد السراي شنو التوصيف الحلو. محمد السراي انبح صوت بكثر ما صيح وكفار ويهك مو دليل عليك وكفار صرت شيخ اعلى من بر صعد وكفار بعلو شيعة علم كلبين بي. كامل الكعبي هنايا ريحتك شن ريح عن بار شسولف عن بحر بجفاك عن بار قضى ضيم الحصار وصرت عن بار عزيمة وبيسة عربان بي. الله الله محمد عاقول والنعم الله يسلمك نعم نصلك. الزلم فشلت تسلط على المرايات لذلك الله نزل على المرايات. الزلم فشلت تسلط على المرايات لذلك الله نزل على المرايات. العواهر ما تبدل على المرايات بكثر ما بدل وربع عليه. الله الله يا سلام. ايه واخيرا محمد الزاملي يقول وحق اللي بطشت يابا وراس ابوها وحق اللي بطشت يابا وراس بيها قصت الماي والعز راس بيها اغلطت مره وكلت وراس بيها وسنة عيرون بي. الله وبسلامتك مولاي. خلينا نختم ويا ابو فاروق بالموروث واسط. شو تقول؟ اي خالد يقول العفو احد شعراء واسط الله يرحمه فند ابو شاكر يقول شفرتك للوقت سنها وحدها خوش شفرتك للوقت سنها وحدها وشدد بالكون ما تقضي وحدها المصايب موش بس يمك وحدها سبت قبلك كثير من البري. الله عواد النصار الله يرحمه يقول اش كثر بطون شبعانه ويا عت الوقتها ما رمط ذله ويا عت. نعم اش كثر بطون شبعانه ويا عت الوقتها ما رمط ذله ويا عت يا ريت يكون يا هذا ويا عاتب مرض لا للشفا ولا للمنية. الله الله يرحم أبو كمال. أبو كمال يقول حلم عين تشوف البيه ودلاي بعد ورم بجلي بدلاي ودلاي قمت انخي
وقل للطير الله ودلاي رساله وياك للمبعد علي. الله يحفظك. الله يسلمك بعد روحك. ودانا رساله المخرج يقول هذا عد الوقت. الله عد تقول نعم الله عليهم واخذنا من وقت البرنامج. الله يحفظك. الله يسلمكم ممنونين جزاكم الله خير. شكرا لك يا سيدنا العزيز انا اتشرف بيك والله حياك الله مولاي فد وروح لك ممنون جدا على الدعوه متفضل على شعراء العراق كافر لا عفوا والله العظيم متفضل الله يسلمك ايضا احبتي شكرا لكرم المتابعه انتظرونا بحلقه جديده الى ذلك الحين